الدك، لما تدك الحصان او اثناء الهد تتسابق، تهد الحصان في طاقه في الطلعه او في الرجعه مشحون، وما يقدر يسوي شيء، ما يقدر يقمص يطرق الركب الاخرى، ما يقدر يروخ، ما يقدر ينطلق، يعني باختصار الشيء اللي ناوي يسويه فيك ما يقدر ينجح فيه مقارنه بطرق الركب الاخرى الخاطئه وحده الصحيحه. ليش مرات طالما انك متحكم قمه التحكم والحصان فحط محله، خلاص خلي اكتفي بالشيء هذا، اكتفي بقدر هذا وعلم انك قادر على رده دون ما تستفزه ابدا، فانت حاولت تسوي شيء حصان معين فشلت وبردك بعد شيء بتركض خلاص تسترخي، لابد من فرشيده لا شك فيها بحركه معينه، خاصه انك حصان مو بجاهز للاستفزاز، بس كحصان مدرب زين لازم يعرف اني اقدر اسوي هذه واقدر اسوي هذه كتذكير. لما تقول له مو بس رديتك عن القمصه والانطلاق وغيره، اعطيتك سبب لفعلها ومع ذلك ما تقدر تسوي شيء، فمثلا لو ما سويت خطا يعني انت محتر وبندفع نفسيا قصدي يعني، وما قدرت تطلع طاقتك هذه. لاحظ لو بدكتك اثناء الوضع هذا دك مفاجئ من جهه او جهتين، او اعطيك صوت او انتك الى اخره، يعني اعطيك سبب واضح انك تطلع كلمه بطلك وما ذلك تستطيع. شلون لو ما سويت الخطا ذا اصلا بدون ما استفزك؟ اذا كنت ولا مستفزك ما يمديك تسوي شيء، ما بالك لو اصلا ما استفزتك. الفكره هنا اقرب ما تقعد حصان او مره تقعد او حصان تعامل مع جديد مو بصالح، فتبغى تعلم الدقه بشكل سريع تنتج او تسوي ثباتات بالثقه او اللي هو وش الفكره؟ الفكره انك تبغى تعلم نقطه سريعه شكل الفرق الاساسي بينك وبين طرق الركوب الاخرى اللي هي فكره السحب. انك الحصان تبغاه يعرف ان ترى انا ما منعك من السحب لطرق الركوب الاخرى. فلما الحصان شاحن نفسه تكون فجاه الدكه او تتذب صوت او تنتج او تعلم انك ما انت معدي الهد ولا انت موقف عن الهد، كل اللي سويته انك اعطيته سبب واضح يسحب. اذا سحبت لك فالدكه تكون مو بس لو تكيت او فرضيت ما تستطيع فعل ما تريد، حتى لو سحبت ابذلك وتفشل في فعل ما تريد. تشحن نفسك ليش؟ الحصان من نفسه على طول يختار الركض، مو معناته انك تبغاه يركض، بس هي تذكير. مرات انت تستفز الحصان في اوضاع مو المفروض تستفزه فيه، مو ما سوى خطا واضح. الفكره استفزاز كتذكير وليس استفزاز عقوبه او مواكبه لما فعله، ما سوى خطا. هنا لاحظ موضوع الروقان، هنا الحصان جاء عند الكفر اخر لحظه يوصل الكفر حاول يوخر عنه، لا شعوري رجعت له ركبته يمين وحاول يطالع يوخر قطعتي عنه، وديت ركبته عكسه وديت تسمه له، وكنت ركبت ركبته اخرى مو بس فقط اسوي الشيء ذا راق عنه اصلا وقدر ارد له.